المسؤوليه راه كنتقاسموا على حنا كاشخاص والاباء ديال هاد الناس، لان كاين اللي كيبيع بليده ديالو ولا كذا يبيع بهيم ويعطيهم لولده باش يحرق، زيد على ذلك هاد النصابه اللي كيجيو ينصبوا على الناس. ولكن كاينه مسؤوليه اخرى اللي هي التقصيريه ديال المسؤولين، ان هاد العمليه الثالثه في خطره شويه كثره، الاولى في راس الناس والثانيه في راس الناس ديال هاد الحومه كاملين. واذا على الاقل تكون واحد المراقبه مستمره 24 ساعه، غير كل سياره نعطيوها 10 كيلومتر غنكونوا راه حبسنا من هاد بعد هاد البلاصه ديال اللي هي زناته كبيره وزناته صغيره. كاين واحد 40 كيلومتر ديال الشاطئ ولا شي حاجه، تكون واحد المراقبه مستمره ديال 24 ساعه على 24 ساعه، تكون 10 كيلومتر السياره يمشي ويجي، ولا ما غاديش يجيو هاد الداري ويدخلوا هنايا. كون كانت مراقبه حتى واحد ما غايجي في الليل. هادو راه جاو في 12 الليل، جابهم في كاميو وجابهم في 12 الليل وحطهم هنا وركبهم. وانا بالنسبه للسيد اللي ضايع ليا انا راه عنده الاجازه في القانون، واخد الاجازه في القانون، عنده تقريبا شي 25 عام، نجح في المباراه ديال الامن الوطني ولا في الكتابي ولا في الشوهي من 2017، ما عيطوش ليهم. كيجي في الصيف كيمشي يخدم في بطاطا بالنهار ب 100 درهم النهار و 80 درهم النهار باش كيجمع باش كيتكسى وباش كيرجع للمدرسه دي عادته ملي كان في الجامعه، وراه كيضطر حتى هو يمشي ويغامر يزيد في حالاته. نحن راه والله ما عاطينو ريال، لا باه ولا عمامه ولا حنا كعمامه ولا باه ما عطاه حتى شي واحد شي ريال، ولكن هو اللي كان جامع شي حاجه راه عطاه لهذيك خينا خرج عليهم وصيفطهم للجحيم. حتى لا قدر الله من هنا من زناته. واش كاينه الضفه الاوروبيه من زناتها؟ وشكون عرفها؟ وتكون عارفين الداري، وحنا كون قالوا لنا حنا كنجيو للدار كون عارفين، ما غاديش نقول لي مشي لزناتها، راه نقول لي يقول لك طنجه تقول لي سير، تقدر كاع نقدر تمولوا كاع ماشي مشكل كان شي حاجه معقوله، ولكن ملي ما يكونش معقول ما تقدرش تعطيه جوج دريال ديالك. دابا الناس اللي نجاو داك الشيء شنو قالوا لكم؟ شنو قالوا لك؟ عاشوا الجحيم، غرر بهم خدم عندهم الفلوس وسبق له من هذه البلاصه مع 10 ايام ديال الوقت زهق ناس اخرين وعيطوا في الطاليان بانهم وصلوا. من اللي عيطوا لهم الناس اللي اصدقاء ديالهم حتى هما راه بغاو يغامروا ويمشيوا. هربوا في الزودياك ولا لا في الزودياك؟ لا في الزودياك. كاينه شي حاجه غتسناهم من بعد؟ بحالاش؟ لا والو، ما كاين حتى شي حاجه في الزودياك. من هنا حتى لاسبانيا كيوصلوا من الشاطئ الى حوم ويجيو في حالاتهم.